بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات كونتون إيشان إلى آيات اللحدة إيسيدات سورة براء درس قروا حودما يوما منعهم ومديدين وكما منعين أن تقبل منهم إلا أقبل نفقاتهم إلا لكن أنهم يوكفروا بالله بيك قالوا برسولي ولا يأتون الصلاة صلاة إيمان ما يه إلا أيما داس وهم كصلاة يقوى عجيسان وعجيسان ولا ينفقون مبحنيان مركع وبحنيان إلا وهم كارون يبون عبوي الله عليه مركع فلا تعجبك يينك ياب قليني النبي الله محمد أموالهم حول هذا ولا أولادهم عرور طال إنما يريد الله الله وحول الرب ليعذبهم إنو عذاب بها مالكا يعرورتا كعذاب في الحياة الدنيا نولشان لتشوغو ودباتا إي أرورنتا إي بخيل لماذا دبايك لكل ميان وتزاقا أي بحضو أنفسهم نفطوضا وهم يغون كافرون قالي ويلا محمد وحالو شيغي arruurtan iyo maalkan ay haystaan yeyna kula noqonin inuu Alla jecel yahay oo u naxariisanay yaanu naftu waxay dhigi kartaa haday dambiilayaal yihiin maxay xoolahan u haystaan ilaa xikmadda ugu jirta waxa weeye inay ku cadaabmutaan u baa xoolahan loo siiyay adduunyada dhibaato ay kala kulmayaan ururintooda iyo baxaylnimada iyo markay jirra ku dhacday iyo kala kulmayaan isla markaana intay macaansadaan iyo gaalnimo ku dhimanaya intay macaansadaan bay gaalnimo ku dhiman marka waxba hal la yaabin way fala tu'jibka yaanay ku yaab galinin amwaalhum xoolahooda iyo walaa awlaadum arruurtoodu toon oo hadhihin maxay u haystaan xoolahan iyo arruurtan maadaama ay gaalayeen inma yuridullahu hikmadda ku jirta waxa weey inma yuridullahu alla wuxuu doonaya liyu'adibahum inu adabo biha bil amwaali في الحياة الدنيا نلشان له ورقالين توضع يوضوط كوضع نحن تمركي دبات كرد عدد سيدا سوك عليه وتزاقع بحضه أنفسهم نفطوضه وهم يقولون كافرون قال إيهن انتمع عن سدان أي قال لما كرد انتان ويحلفون وحي كرد عرن بالله الله كرد عرن إنهم إيهو لم منكم إذنك إن إذنك مدهين وما هم إيهو ما أهم منكم إذنك إذنك مد ماها ولكنهم يو قوم قوم ويفرقون عبسانين وحي كردارنا يعني إني إذن كمديهن عبسي باقو قيسي يا حقيقة مركي اللي إيمانك إذن كمد ما هو منافقين يا مركي إليهن إذن كمد ما هو عبسانين إذن باتلو قيسو أما الله عقابي كيابين مركي إذن كمد ما هو أفك باركي سوي ويحلفون وحي كردارنا بالله على دار بانا إنهم يقول منكم إذن كإني إذن كمديهن وما هم إيجون ما أها منكم إذنك إذن كمد ما أها ولكنهم إيجوا قوم ويفرقون عبسان أيوه وحي قال لماذا لا عديسان لا يهوا عبسي لو يجدون هدي هيلي لهايين ملجاء قباط أي كو قبضان أو مغارات قد بورها كيالة أو مدخلا ميلا قلوه قد كهو سيسا لولوا إليه كاسي أجيتان لهايين وهم إيجون يجبحون ولبوا يدقدق لهايين meelay u kacaan bay la yihiin god buuraha ku yaala iyo gabaad kale oo xisni iyo meel dhisan iyo god dulka hoosiisa midun hadii heli lahayeen way gal lahayd iyagoo liba aad u ordaya oo xagga dambe soo eega oo cagaha wax ka deeya meelay u kacaan bay la yihiin marka cabsiba waxaan u geysay idin kamid baanahayda cabsiba u geysay law yajiduna hadii heli lahayeen maljaan gabaad xisni meel oodan bil matal أو مغارات قدد بورها كيالو قدها لو يقانو أو مدخلا مكانو قليد دول كريوسيس وصربا لولو ويجيتن لهاين إليه كاسي وجيتن لهاين مغارات كان يوحي لمذا وهم يقون يجمحون ويدقدق لهاين ومنهم وحا كمذا من ضدبا كمذا يلمزك كقوع عابين في الصدقات الصدقات فإن عضوها ديلا سي منها الصدقات خضو خالد بين قرن عبت ويدين وإن لم يعضوها دان لسينين منها صدقتي إذا هم يسخدون وبيقوا عليسا بركة الله وحليه ولو أنهم يقردوا هذا خالد كأهان لهاية
ما أتاهم الله ألا وحسيه أو ورسوله سيه لرسولك قاسمه وقالوا أيده لهاين حسبنا الله الله بانقف لنا سيتين الله ألا ونصين من فضله رزق جيس ورسوله رسول كيسون ونصين إنا أنقوا إلى الله حق جيسة يراقبون الجرين إنا ونصعنا لكان خير الله جواب كيبا مغان وحاكم إذا منافقين تنبي له محمد وددك وعابين صدقة مركات قيبة نيسو haddii wuxu hogay laga siiyo sadaqada xaalibay noqon hadii aan la siinina arayba la ilxun yihiin marka waxa u fiicnaan lahayd waxa Alla u gartay ee rasuulku u gacanta uga diibay inay ku raali noqdaan oo yiraahdeen Ilaahay baa nagu filay subhaanahu wa ta'aala waxbu nasiin doona nin la yiraahdo Xurquus dul khuwaysira Xurquus bin Suhayl dul khuwaysira oo Rebani Tamima ya nabiga u yimid nabiga oo ka qaybinaya iyo wax qaybinaya marka suuriya maxamed iicdil buuri aadil lama samay fa inaka la taadil baad lama samayna isid way xaq ilam aadil man yaadil buuri hadana aadil lama samayn ariya aadil lama samayn buuri marka suuri ka soo kale ya bixi doona ka soo kale dii hada ka noociisa bixi doonay oo quraanka aqri og buuri oo salaadoodii salaadiina soodu ka bantay soomkuna sidoo kale يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كاسو كلا بحدون وطاعبدا وصداسو كلا والدين تكدسي انكو عمل فلين مركا ان الصومالي كسو نقني تدك الصومالي كي يحوقي عقيدة في عن بيوتين واناكسون ويسكفي عناية دلن يرفر بدن باكتب اما اتحادها اذين اما يين اهانين مركا علماء دي نسيتو اكتبها وحيدهين نمكا قرآن كسو ما اغريه اوغا waa nimankii nabigu sheegay bay quraanka aqriyo ha waxaad way calaamadooda waxaad ku garan bayna dhagaxbuud baad markaa joogay way gaaban gaabsan dharka intii sunnad ahay gadkana way sii deysan quraanka si fiican u aqri waa kuu nabigu sheegay waxay ka reebeen way ka dusintay ka reebeen intaas ay ka reebeen way ka dusayeen marka waa dadka aan quraanka ugu amad hadii sidooda la raaco waxay noqon iska soo quraanka taqaana inay dad sun tahay bay noqon hadii sidooda la raaco marka intaas ay ka reebeen dhagaxbuur bay nin sargaal ah joogay bay dacweey ku dacweeyeen qolo culimo ah anigu aan kamid ah markaas uu ninkii si fiican buu ugu jawaabay iyagu ma muslim ba ma samaa'a buu bay waa muslim buu hadda maxaad kala tiis buu waa ajiib wey Allah wuxuu leeyahay wa minhum muhaakamida man yalmizuka qof kugu ceebayn fi sadaqati fi qismi sadaqat صدقة قيب تير فإن عدوها دين لسي منها صدقة فردوها لبينهم وإن لم يعدوها دان لسي منها صدقة إذا هم يسخدون وبيبوا عليه سنة ولو أنهم يردوها دين فالكون قلها ما آتاهم الله ألا وحسي ورسوله وقالوا أيديه لاين حسبنا الله الله بان غفلا سيتين الله ألا وحون نسين من فضله رزق جيس ورسوله رسول ألا نو نسين إنا أنجو إلى الله ألا حق يسراقبونه يا رجينا إنا لكان خيرا بين الله إنما الصدقات صدقات للفقراء فقراء يسقنات يو المساكين يو العاملين قوة كشقية عليها صدقة الصورورية يو المؤلفة قلوبهم قلبي يالكو ذا قوة للصد ما أما قالها هذا أما يعني إهاني وفي الرقاب وفي فك الرقاب addoonka soo fakintiisa qoorbay culimadu waa luqunta qoorta soo fakinteeda iyo qaarimiina kuwa deynay deynaysan oo xoolahooda deyntu qarqisay iyo fi sabilillahi alla dafi jihad iyo ibn sabili dadka socotada sahayda u baahan fariidatan farad wa yuminallahi alla xaqiisa ka ahaday wallahu allan alim ku ogway hakeemun oo falsan zakadi markii la waajibiyay meelihi loo iili lahaa ila siilha fuqarada iyo masaakiinta quraanka markii mid kood la sheego labadoodiba way soo galin markii labadoodaba la sheegana way kala duwan yihiin marka culimadu farqi bay u sameeyeenoo miskiinku waa qofka wax haysta wuxuu haysta laakiin ayna ku filayn laakiin faqirku waa kan waxba haysanin saasi culimadu yidhaahdeen wal aamiliina aleha waa kuwa soo ururiyo de ka shaqeeya ujeedadu masalkoodii bay qaadanayaan wuxuugay fiican baa la siin oo ku filan ila shaqadoodii bay uga tageen wal muallafati quluubum way farabadan yihiin dad
iimaankoodu yar daciif yahay inta islaanimada soo galeen lagu xoojinayo la siinayo waa meel dad madaxa oo soo muslimay oo qabiilkoodi soo muslimay oo la rabo inay qabiilkooda soo gudagaliyaan waa la siin dad madaxa oo gaala oo la rabo in la soo dhaweeyana waa la siin waa la fatiqo qulubuhum sida marka culimada qaar baa waxay leeyihiin marka islaamku xoogobay looma baahna muallif qulubuhum looma baahna marka islaamku xoogobay dadka qaar baa sida laakiin fil waqti haadir marka joogno dad in la soo duma ku fiican ba jira oo wuxoogay hadii aynu sankabahayno kama bixineen la siiyaa jira wa fil riqaabi adoomaha lagu xoreyn adoonka inta la soo gado oo jikada laga gado yaa lagu xoreyn ma hayna adoonkaana wal qaarimiina kuwa deynta ka farabadatay ganibaha ahaadeen kuwa deyn farabadan ay fuushay deyntaana waa inuu nasi xun u deymoobine si sharci u deymoobo markuu amaahanayay adu deyn ku dhacday weyn waxaa ka mid ah ragga deynta la siin dadka qolo ku kala furtay xoolo intu soo amaahday qolo ku kala furtay laakiin haduu mumadar yahay oo chaad ku cunay waxba la siin maayo shilin la siin maayo ka yaabay wa fi sabiilillaahi wa mujaahidiinta dadka mujaahidiinta ah yaa la siinayaa waxa fi sabiilillaahi culimadu ay ka dhigan taalibul cilmiga qofka taalibul cilmiga oo cilmi doonka ah oo cilmiga xaqa adoonaya fi sabiilillaahi soo gali bay yiraahdeen culimada islaam wa ibn sabiil waa dadka socotada deesahayda isaga baahan إنما الصدقات صدقة القرآن كلفتك الصدقة هذا استعماله إذا كذا اللوغة جيدة كو حاكا لو جيدة أهل بيتك النبي وحي جوغة هذه أين خمسك هيلين والله سيني يغن إذا كذا وكا حرام بأي حيث دائما كي النبي إنت قدم بيسي خمسك هذه ماشي سكوتر والله سيني جيدة هذه خمسك وايان يقبوا بباهين والله سيني إنما الصدقات صدقة للفقراء فقراء يسقنات الدد كان وحبها يسنين هبا يراته ايو المساكين الدد كان مساكين تا او وحونها يسن لكن اين كف اللين ايو العاملين كوة كشقي عليها صدقة ارور انت هذا كشقي ايو المؤلفة قلوبهم كوة قلبيال كوضا للصود ميو وفي الرقاب في فكر الرقاب قورتا ادونتا اصوفك انت هذا يالغو بحين يو الغارمين كو الديموبي يو في سبيل الله الله وددي سجهاد بالغو بحين يو ابن السبيل فريضة فرض ويئو من الله الله حقي سكاهاتي والله ألنا عليم حكيم انت الله سين وحقي والاسكو هيا وحا الله سين ايه هدي ذكادو فربنا تهي دادكا وحكو فلان بالله سين وبالبلت البل ايو احساس وكنو لانكارو يا الله سين بس لك لو يدو نميش كورتي تهي zakada ma la naqlin kara oo meeshii ku waajibtay meel aan hayn ma lageyn kara Mu'ad bin Jabal markuu u diray nabiga Yaman tuqadu min aqniyaahim wa turadu ila fuqaraahim saasayahin damirkaas marka culimadu isku haysataa waxay leeyihiin tuqadu min aqniyaahim aqniyaa il Yaman wa turadu ila fuqaraahim fuqaraa il Yaman marka lama naqlin kara ilay laakin xaqiiqadu waxa weeye wadanka la joogo haday zakadu ka badato xoolo badan laga qaado dadka kale u baahan waa loo safrin karaa way waxa kale culimadu isweydiyeen xoolaha marka zakada laga bixin ma meesha xooluhu joogaa ya zakada laga bixin ma saninku meeshu joogo ya dadka zakada la siin ruuxa milkeedu leey meeshu joogo culimadu waxayna xooluhu meeshay joogaa dadka joogaa la siin ilaa xoolahan ay dhawranayaano waa fuqaro in wax laga siiyo ay rabaan wa min waxa kamida munaafiqiinta alladiina ku yuuduna nabiyya nabiga dhibay way quluna waxay dhihi huwa udunun waa dhakaliya wixii loo sheego bun rumaysan waa wax haayay raac loo yaqaan way qof walba wixii uu sheego bun iska raaci qul waxa tira huwa nabigu udunu khayrin khayr dhageysta weeye lakum idinku idin dhageysan يؤمن ورمي النبي ورمي بالله قال ورمي ويؤمن ورمي شيغي للمؤمنين المؤمنين تنا رمبو شيغي يؤمن ذا دنب المؤمنين تنا ورمي شيغي وين والرحمة الرحمة وي النبي للذين كوي آمنوا مؤمنوا بي ومنكم إذن كإذن كمدا والذين كوي يؤذون رسول الله الدبا
لهم وحاصون على عذاب عذاب أليم كلهم منافقين توحى كمذا كونا بقديبي ويدعى يدين وحيلهم إلا يجا ورب يكينيا مركان إنه كرم يستأصل رجلا كوكلنا ورب يكين وهو دكلي بينهم دكلي وح الله شيخهم بخادا مركو حوى يؤذون خير خير كود دقيسته يؤمن بالله الله رميي ويؤمن وأره شيء للمؤمنين وصدقه يؤمن ذات يصدقه وأره شيء ومنهم حاكم إذا الذين كويبا كم إذا منافقين تا يؤذون النبي النبي قد دبعي ويقولون وحيده هو أذن الدكلي علوي وها هي الرع قل وحات لا أذن خير خير دقيستوى يا نبي وحي خير دقيستا إرنا لكم إذنكم إذن دقيستانا يؤمن ورمي بالله ألو رمي ويؤمن ورم شيء للمؤمنين المؤمنين والرحمة الرحمة وي أذن توريك وعطفان تهي للذين كويبوا الرحمة يهي آمنوا مؤمنوا بيو منكم إذنك إذنك مده والذين كو يؤذون رسول الله رسول الله الدبا لهم حاصون هذه عذاب عذاب أليم وحنوتي مؤلم يحلفون ويكدارا بالله ألا لكم إذنك إذن دارا ليرضوكم إن إذن خال لقليا يبقوا منافقين يأفك باركي سدارا سيات رالي وغن قطانة وغا آمستان والله ألا يورسول ورسول كسا أحق مضان أن يرضوه إن خال لقليا إن كانوا مؤمنين هديهم أنت يدين كيدين جمادين يا منافق نمدي يا وحيابها إيسوس سمايان إن الناس سدا يلون نقومنا هاي يا كل دارنا يان يدين كيدو كل ذلك قلين وحكف عن ألي الرسول كإني ذلك قليان وحوي شيء وحق هدوية هاي عتك على الله جماعة مرقاتوي يحلفون وحكي كل دارن بالله على لكم يدين كيدين دارن ليرضوكم إن يدين كل ذلك قليان والله الله يا والرسول والرسول كيسا حق مضن أن يرضوه إن خالق قليا إن كانوا مؤمنين مؤمنين هديهين ده مؤمنين بينهين ألم يعلموا مياني أغين أنه الشأن قميشة ترى إنه يهي من يحادد الله الله قفك إسو قطرة خلافه أكوري قطر كما تقال وإن الروح سائسو تقول دقاق وإيو الريح كروه قفك خلافه والله والرسول والرسول كيس فأن له قفك وحاوسو ناضي نار جهنم جهنم النار تيد خالدين فيها ويكواريا ذلك كاسي أي نار تقليان ويكواريا الخزي ذل وي العظيم أول الله حول يميان يقول قفك ألي الرسول كخلافة إنه جهنم قل ميان يقول شرعي قفك خلافة حق قفك خلافة وحوي سفد ونكسن قفك خلافة إنه نار قليا ميان يقول يعني سيدا أقول هذا هدي أقول ما أين يالن سيدا ألم يعلموا مياني أغين أنه حالة تبتائنا تشانيك ترى من يحدد الله الله قفك خلافة ويسوق ترى ورسوله ورسول الله خلافة فأن له قفك وحاوسه ناضي نار جهنم جهنم النار تيدا خالدين حالة كواري فيها دحدان ذلك كاسي الخزي دل ويا العظيم أغين يحذر المنافقون منافقون توحي كبقيان وكدكتونيهن أن تنزل إنا يسودك عليهم دشارة صورة صورة تنبئهم كورهنته بما في قلوبهم وح قلب جود كتيرة قل وحاتلا استهزئوا جاس جاس أصاد دونتان سمايا إن الله ألا مخرج وصاد ظاهر ما تحذرون وحد كبقيسين ولين سألتهم هدات سؤاشنا لا يقولون وحيده إنما كنا وحان أهين نخوض كورنح قليو ديسك كفتمايا ونلعب اسكع عياري قلوا حاتر أبي الله الله إيه وآياته آياته سيئة ورسوله ميات كنتم تهنته سديقونك وكو جزيز لمن باترين منافقين أن الله إله ذو جلاس بن سوي وديع بن ثابت مخشم بن حمير يا نبي حنتي هذا سيابة بضم يكون حنتي بالليل وهي كوي لهذين قرادين النبي محمد لسعته وأكو إلى وجوه وين إلى وجوه فليسن بعيد أهدين مرنا وحيد أهدين قلنا أن هذا ربني أسفل كده ليس واتبوكا لمن كخير رومي الأجا ولا واحد أركض دونها أيه وإن تلاح الحيد الله قب قبطين يذكر دونها كوا كلنا وحيد أهدين هذا الكلام أيه ونصور دجانه وحن النبي الله إنه رج رجعنا نهضت في عنبانه وحن النبي الله محمد شيء هذو رونيه ولا دميره وانكشر بدنه
wiildan yar ah Aamir al-Ansari yaa la joogay markaas uu yiri dameeraha waad ka sharbadantii waan idin sheegi buur wiilkii baa nabiga u tagay oo u sheegay iyagii baa loo yeeray Julas bin Suwayd iyo Wadiic bin Saabit iyo Makhshin bin Humayr markaa waxay dhayn yaa Rasuulullaah nabiga oo markaa intuu hal fuulo inuu dhaqaaqo rabay yimaadeen markaasay sidaas aad tidhaheen bay leen maanan dhihin bay wiilkiina wuxuu leeyahay ilaahay oo runta iyo beenaalaha kala cadee runta iyo beenta kala cadee wiilkiina leeyahay ilaahay aayadunu soo dajiye marka qul abillaahi wa ayati marka sidaas uu nabiga rakaabkiisa oo haysta dhulku ku jiitamaya qul abillaahi wa ayati marka nimanka saddexda qaybna wuxoogay way ninka nimba fiicnaa maqshin nin leeyda waan arki doona Allah wuxuu leeyahay yahdaru almunafiquna munafiquntu waxay ka digtoon yihiin oo ka baqayaan antu nazala inay ku soo dagto calayhim dushooda suratun surat tunabbihum ka waramaysa bima fi qulubihim qalbiyalkooda waxa ku jira qul waxa tira istahzi'u jaasjaasa nagu jaasjaasa diinta ku jaasjaasa inna allaha alla mukhrijun wa soo saari daahir bu ka dhigma taxdirun waxa ka baqaysaan oo qalbigiina suurad idin ka waranta soomaa ilaahu soo daahir wax qalbigiina ku jira walin saaltum kuwa hadaad waydiiso oo war sida miyaa tiraheen tiraahdo la yaquluna waxay dhihi inama kunna waxaanu ahayn nakhudu kuwa iska kaftamay waa iska dhaxgalayde anagoon ka fiirsanin oo nalcab u ciyaareen wa markii la waydiiyey intu wiilku u sheegay nabiga yaali war sida ma tiraahan waa iska ciyaareenida ciyaar bay ahayn markaa ayadu soo dagtay way qul waxaad ku tidhaaba leen abillaahi alla iyo wa ayati ayadihiisa iyo rasuulihi miyaad kuntum tihi tasahjuna kuwa ku jeesaysa wax lagu jeesay nabigu wuu sii socday way daba jeetay ya rasuulallaah waan iska kaftamayna la ta'tadiru ha cudur daar sheeganina maxaa yeelay qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina kadib ila almunaafiqiin tu iimaan bay markii hore muujiyeen in na'fu haddaan saamaxno an daa'ifatin qayb oo minkum idinka idin kamida nu'adibwaan cadaabayna daa'ifatan qayb maxaa yeelay baanum iyo kaanu waxay mujrimiin dambiilayaal bay ahay saddexdeen nin baa kala roonaydo ninkii la ilaah Makhshin bin Humayr wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa inta laba saddexdeenaba boqol jeedo la inagu dhufto inayna aayada inagu soo degin baan jeclaan lahaa buu markay labadii kale yiraahdeen waan iska ciyaareynay isagu wuxuu yiri ya Rasuulullaah magacaygii baa ila hadhay magacu Makhshin waa wax adag oo qalafa Humayrna waa dameer iyo wax lamida ya Rasuulullaah magacaygii baa ila hadhay magaca ii bedel Cabdiraxmaan baa markii dambe loo bixiyay isagu fiicnaa marka daayfada la cafiyay waa kuwa waa ninka weyn la ta'tadiruha uurdaal sheeganina qad kafartum waad gaalowdeen baad iimaankum iimaankiina kadib in na'fu hadaan saamaxno oo na'fina an daayfatin qayb oo minkum idinka idin kamid waa labadii nin Julas binu Julasi waxa way wadiica nu'adib wa nu'adabina daayfatan qayb kuwa la cafiyay waa ninkii Makhshinaha labada kalena waa kuwa nu'adib daayfatan baa nu'adabi بأنهم بسبب أنهم كانوا وحين مجرمين الدنبيل ياذ المنافقون منافقون يقول المنافقات قبلها منافقات بعضهم قاركود من بعض قارك كلي كتير ثاني وإسكو جنسي وإسكو النوع وإسكو فكرة لقن كودنا محاكمة يأمرون وحي أمر بالمنكر وححن وينهون وينهي عن المعروف شيء وناكسا ويقبضون وإلا بأيديهم قعمهون ومركي وحبحية الليلة وحبا مبحين أيان نص الله اللي إلوبين اللي الذكر يسيب إلوبين فنصيهم اللي إلو شهوبيبو كابا المري يعني وحو أولا نقمي الله سيدي وحلا إلو سيها وكالي رحمة دي سيبو كدا يسيدي وحا وحبا يعني قيمة حق الله كمالا وين إن المنافقين منافقين تو هم إيقو الفاسقون وين منافقين تقبل يويل بان waa isku jinsi waa isku nooc dabcigoodana waxa kamida waxa xunna way amraan waa fiican way nahiyaan waana bakhaylo gacantoodu saasay u laabantahay dii wax bixiya leeyda oo de hoosay ka cabsanaayaan inay waxun bixiyaan ba suuragale waa bakhaylo almunafiquna munafiquntu ragahi yool munafiqatu munafiqinta gabdhaha ahi baadhum qarkood min baad qarka kale ka hadan waa isku nooc yaamruuna way amri dhaqanahan
بالمنكر وحن وينهون وينهي عن المعروف وحن أكثر ويقبضون ويلابي أيديهم قعمه ويلابي وحبحين تيكلامي نسوا الله نسوا ذكر الله ألا ذكر كسيبي إلو بين فنسيهم ألا ننسيان كوذيب كأبا المريي سيدي وحل إلو سيهب ولا دغني إن المنافقين منافقين تو هم كليجود بالفاسقون وعد الله الله وحب الله قاضي المنافقين منافقين ترجع والمنافقات منافقات كقبلها والكفار قال ذا نبتة نار جهنم جهنم النار تاد خالدين فيها حالا كواريا مرك كفار تو قال ذا العذين إسكارنا منافقين تأكد بدن منافقين تو أبلاي كل شوكته dadka isku diro way u kala wariyoono cadawgii bay sirta u geeyno wa balaay kugu jirta digaalka halkaas u taaga waa iska ilaalin kuma khayaani karo waa iska celin gaalkii laakin munaafiqiintu waa balaay kugu dhex jirta way wa'ada allah allahu balan qaaday al munaafiqiina munaafiqiinta wuxuu u balan qaaday iyo wal munaafiqati qablaha munaafiqatka ah iyo wal kufara gaalada muqasa naar jahannama jahannama naarteeda خالدين فيها حالا إخواري هي النار تجهنم أيه حسبهم ويكفلن لو على علم ماي مردي جهنم اللي جاي محاسك على لودي هواي لده ماي جهمنا مرك كل جذل شافه نار ودم بالوجه ذا جهنم لكن مرك إلى ثرين يو تضبط الضبط مد أوس الرئيس وهي جهنم تضبط الضبط النار تطاي مرك إلى ثرين مد أوس الرئيس جهنم اللي ده لكن مرك نارها سيقول لوجه شاكين جهنم waa naar hoodan hiya naarta jahannam iyo xasbuhum way ku filanta walanahum allah allah lacnaday oo raxmadi ka dheereeyay sanad baba la galiyay walahum waxaa u ahaday adabun adab muqim oo daaima oo kala go'l ahayn mar alla markay yar dantaba wala soo horinayaa oo allah subhanahu wa ta'ala